النهي معنى الباب عن الاستثناء في الدعاء. لا يقول اللهم اغفر لي ان شئت، اللهم ارحمني ان شئت. ايش يقول؟ ليعزم المساله، يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. ما يقول اللهم اغفر لي ان شئت. طيب قال انتم تقولوا عند زياره المريض لا باس، طهور ان شاء الله. طهور ان شاء الله يعني هذا المرض يطهر الدم باذن الله سبحانه وتعالى. ما علقنا الدعاء اصلا هنا، وحتى عند القبور هناك عندما ندعو وان ان شاء الله بكم لاحقون، يعني هذا نخبر عما سيقع، وهذا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لم نعلق المشيئة. حتى في دعاء الاستخارة عندما تقول اللهم إني استخيرك بعلم، نعم، ما تقول فاقدره لي إن شئت، لو قلت فاقدره لي إن شئت هذا استثناء في الدعاء، نعم.